Assalamualaikum, aku Lul, Dr. Isra. Nahnu min al-majmu'at al-salasa. Naudu an natahaddas in maudu hadis ulum hadis wa huwa hadis sahih. Qabla an natakil illa al-muqaddimah. Isma'u li an uqaddim idda majmu'atina. الأول نور ميلين والثاني هو مرديا وبعد ذلك موكي ستي نور وصفة وأنا نور أميرة. بشكل عام الحديث هو المصدر الثاني للشريعة الإسلامية بعد القرآن. التمسك بالحديث صحيح عمر لابس من للتنجب الأنقدة بالحديث ضعيف وهو حديث باطل. وما ذلك؟ ما هو معنى حديث صحيح؟ طيب، حديث لا سلسلة انتقال من راوي إلى آخر حتى نهاية السلسلة من خلال رواة عدل ومسكي الحديث ليس شاذ وإلى مثال ليس ينقسم الحديث الصحيح إلى قسمين وهو حديث صحيح للذاتي والحديث صحيح لغيري. الحديث الصحيح للذاتي هو حديث يلبي متى طلبه. الحديث صحيح دون الحجة إلى داعم قوي. بينما حديث صحيح لغيري حديث لا يصل إلى أعلى مستوي في نصف الشراطة. على سبيل المثال حديث رواية روي عدل لكن ذكرت ليست قوية. تنقسم شروط الحديث الصحيح إلى خمسة شروطا. الأول اتصال السند، ثبوت العدل في رواية، تحقق ضبطي، انتفاع العلة، انتفاع الشذوذ. اتصال السند يجب أن يكون سند الحديث مستمرا من البداية إلى نهاية، وكذلك وجود اللقاء أو معاشرة بين الرواة في سلسلة السند. علاوة على ذلك لا يوجد مانع بين الرواة من الاجتماع سواء من حيث الزمن أو مكان. ثبوت العدالة في الرواية، والحسن المقصود هو الرواة الذي يتقنون ويبتعدون عن المعاصي والهرطقة. ومن الصفات العادية أن يكون الصالح مسلما ناضجا وزكيا وليس فاسقا، أي لا يرتكب كبائر أو يستمر في ارتكاب معاصي ويحافظ على كرامته. تحقق الضبط، فهمه على أكمل وجهه وحفظه في ذكرته أو مكتوبا، ومن ثم ضمان نقله بلا زيادة ولا نقص ولا خلالا في المعنى. انتفاء الشذوذ، أي عدم مخالفة أي من رواة الحديث لروان أو ثقه منه أو أرجح منه ممن لا يمكن الجمع بينهم، وهذا يتعلق بمتان الحديث. انتفاع العلة يقصد بذلك خلوه من أي علة خفية يمكن أن تقده في سلامته من أي وجه من الوجوه. أحكام الحديث الصحيح، وهو وجوب فعل الحسنات. سالي أمثال الحديث الصحيح هي كما يلي: إنما الأعمال بالنيات، في رواية البخاري والمسلم. وأخيرا حديث صحيح، حديث لا تسلسل مستمر، يروي راوي عدي ومسوق ومن من شاذ ويوبي. وإلينا أن نتقبلها ونتعامل بها وهي وجه في الدين.
بجامع علماء. شكرا.